خليني تاني ارجع لفريق الاسبوع النهارده. اعلنوا انه زي ما قلنا 5 من النادي الاهلي في فريق الاسبوع بتاع دوري ابطال افريقيا، 4 من صن داونز، 2 من الوداد، و5 من النادي الاهلي، ولا لعيب من الترجي. حتى كده الاتحاد الافريقي بيعترف انه اهلي وصن داونز فاينل، يعني ده الاتحاد. و5 و4. ما هو دول اللي صح، ما هو دول الكويسين، دول اللي باينين في طول الدوري بتاع المجموعات وبعد كده الادوار. هو ما حطش حد من الترجي ليه؟ ان الفرقه ما جاتش. ما حطش حد من الشباب والزاد ليه؟ ما حدش لفت عينك. انما صن داونز والاهلي النتائج اللي عملوها الفتره الاخيره مع الوداد بس بيخش يناوش معاهم، ولو ان انا بقول لك ابليغ ان النهايه اهلي، وهو انا قلت له الاهلي هيرجع من كازابلانكا فهو عداها. النهائي الاهلي والوداد، صن داونز الناس فاكره ان هي اما اتعدت مع الوداد، الوداد بيعرف يلعب دفاعيا كويس قوي، بيلعب بشراسه. انت اتكلمت على حاجه يا كابتن، واحنا كنا بنراهن على حاجه، انه شباب بوليسداد ايه، استنى بس، ما كانش موجود شباب بوليسداد، ما مش موجود، مين اللي قال شباب بوليسداد؟ حطوش ما حطوش حد، ما هو مش موجود، ما هو مش موجود اصلا. ده فريق الاسبوع بتاع الماتشين بتاع سيمي فاينل، بتاع مش الدوري المجموعات. لا مجموعات، انت رحت الدوري تقديم قوي قوي قوي. خلاص راجل. انا اقصد ان الناس كانت بتراهن على مجموعات ايه ده الماتشين. امال الترجي كسب مين في دور الثمانيه يا كابتن؟ ده معمول للمرحله الاولى من السيمي فاينل، اللي هو الاهلي والترجي والوداد وصن الذهاب، الاربعه. انت عايز ياخدوا حد من الترجي في الاربع ماتشات؟ في الاربع ماتشات دول؟ لا مش على الاربع ماتشات، وعلى الماتش مع الاهلي في جوله الذهاب سيمي فاينل، دول اللي خدوا نجوم الاتلعبت. ده فريق جوله دي، وفي جوله اياب هيتعمل لها فريق برضه. طب بذمتك لو اتعمل ده بتاع الدوري بتاع المجموعه كلها او بتاع افريقيا كلها، هتلاقي 5 من صن داونز و5 من الاهلي فعلا في الاخر البطوله بقى. في اخر البطوله هتلاقي 5 من هنا و5 من هنا، وواحد من الوداد، وواحد من مش عارف كده. والاهلي لما هيكسب يبقى 7 ان شاء الله. انا كنت بقول للكابتن عبد الجليل في حاجه، الناس كانت بتتكلم على انه صن داونز عنده اندفاع هجومي وعنده مشاكل في خط الظهر، وده ممكن يستغلها الفريق المغربي ان هو يقدر يهدف هناك. فانت ما استغليتش اقصى حاجه ان هو عنده خلل دفاع على ارضك. لا بس في نقطه، فهو ايوه انا عايز اسمع النيه. صن داونز برضه قدام الوداد مش فاتح، لا زي ما هيشتغل قدام ال بس برضه في جنوب افريقيا. انت عارف يا استاذ محمد، اخطاء دفاعيه اول مره اشوف صن داونز تلعب بشراسه. بس ما ده اللي انا بقول لك عليه يا استاذ محمد، شراسه. ما هو ماشي دفاعية. بس ان هو عادي، هو مقفل. برافو عليك. انا عارف لو هو لعب زي لما لعب مع الاهلي هنا في مصر كان الوداد ممكن تكسب. طب عشان كده هو بليغ بيقول لك ايه، إن اول مره ان هو الراجل يعني بدا يغير فكره على حسب ادوار المباريات، فكره الاندفاع الهجومي زي كولر ما عمل، والناس كانت بتقول لك ده اندفاع هجومي. كولر عمل كده طبعا، وراجل مندفع وهيبقى عنده اخطاء وكوارث في الدفاع، الراجل عالج ده. فهو الراجل بدا يفكر. بس يعني خد بالك برضو الوداد لازم فريق مش سهل، يعني صن داونز هناك اول ما هيفتح شويه بس ناخد، خد بالك كل الماتشات اللي لعبها صن داونز هناك بيبقى فيهم الاهلي، حتى بيجي فيه جوان. بيجي فيه جوان مش بيفتح اللعب صح. فهو بيفتح اللعب، والوداد صح. فريق برضه بيجيد غلق المساحات، وبيجيد الخبرات في الماتشات اللي زي دي برضه، فريق مش سهل. لا مش سهل طبعا، وحامل لقب ما تنساش، وواصل فاينل. لا كابتن يعني. فريق مش سهل، فهيبقى ماتش صعب برضه على صن داونز، مش سهل. أنا غير الاهلي والترجي، الاهلي مخلص من هناك. اعتقد ان هو برضه سيحسم النهائي في جنوب افريقيا وليس في المغرب زي ما الكابتن عبد الجليل بيقول. المهم يتحسم في كازابلانكا، في جوهانسبرغ. واعتقد انه هيبقى اصعب، وهيبقى الاهلي اصعب له كمان من الوداد. يعني الاهلي هيبقى له المره دي هيبقى اصعب بكتير. يعني لو كان في جنوب افريقيا هيبقى اصعب من المغرب كمان بكتير. لا ده المغرب جمهور. لا هو بيتكلم انه الاهلي هيبقى اصعب لصن داونز من الوداد. طبعا طبعا طبعا، لان الاهلي فنيا افضل من المرحله الاولى، يعني الاهلي افضل. يعني لو في طار وخلاص، والاهلي يعني مش هو الاهلي اللي طار يا استاذ، مش هو الوجه الاهلي في دور الثمانيه برضه. طار كروي يا كابتن، مفيش كروي، طار كروي، مفيش كروي طار. لا في ازاي؟ مفيش طار في الكوره. واحنا بنين. لا كلنا شايفين الماتش ومستنيين. يعني هل مثلا هل ليفربول لما جه يلعب استون فيلا تاني سنه قال لك اصل انا كنت خسران 7 الماتش؟ لا الكابتن محمد صلاح بره. ليه لما الكابتن محمد صلاح مش قال لك انا تصريحاته كان لما ماتش ليفربول قال مع ريال مدريد، قال لك جاي لي الصقر وكانت الدنيا كل الناس غلطته وخسر. ماشي. لا بس وخسر. كل احنا حنا كل عناويننا بيبقى فيها. لا النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يعني عاوز يقابل صن داونز، عاوز يثبت الصوره ويثبت انه افضل. ما هو ده، ما هو انت الصقر وخناقه،
ما انت يعني المصطلح وخد بالك برضه النادي الاهلي هيلعب لما احنا انا مش معترض على الفكره، معترض على المصطلح. واحنا لما نقول بالاهلي هيقاتل، انا مش معترض، يبقى الاهلي بيمسك يعني لفظ يقاتل، ولما بالاهلي بيقاتل لما نقول المواجهه كان زمان الاستاذ نجيب. طب انت احنا زعلنا من ايتو لما طلع قال ومعركه، احنا هجيب لا الاستاذ نجيب المستكاوي الله يرحمه زمان كان يعلمنا كده، حط الالفاظ قويه وكل حاجه بس مش الفاظ لها معاني دمويه. يعني ما تقولش يقاتل، ما تقولش صقر، ما تقول يعني، كان دايما يعلمونا كده في الاهرام. ما تقولش نجيب قال اما حتى ملاوي اما بلاوي، لا لا ده لفظ استهجان مش يعني اكتر من كلمه بص يعني كلمه معركه ما كانش يحبها الله يرحمه يعني.